بروفيسور كتفي، شيف دو سيرفيس دو بنمولوجي دو لوبيتال دو غويبا. اليوم راح نتكلموا على مرض الربو او ما هو معروف باللازم، اللي هو مرض نعرفوه بانسداد الرئوي الغير مزمن، يعني يكون تقلص في القصبات الهوائيه والهواء ما يقدرش يجوز بصعوبه، وهذا يحدث اعراض اللي هما سورتو السعال لي سيفلومون وحتى احساس بالتضيق في النفس. هذو الناس اللي عندهم الربو وعندهم اللازم ياخذوا الادويه نتاعهم بصفه مستمره بما انه مرض مزمن، وهم معرضين لبعض لي كومبليكاسيون، لبعض المضاعفات خلال فصل الصيف اللي لازم يحذروا من بعض الممارسات. الممارسات الاساسيه اللي تقدر تاثر على مرض الربو هو لما الانسان اولا يحس روحه مليح ما ياخذش الادويه تاعو، هذا شيء اساسي لازم نركزوا عليه، ان الانسان اللي عنده مرض الربو لازم يكمل ياخذ الادويه تاعو. الحاجة الثانية هو التعرض لكليماتيزاسيون بصفة شديدة أو بصفة مستمرة، أو يقابل الكليماتيزور يكون قريب ليه كثير خاصة خلال النوم، يحسش بهذه البرودة اللي ربما تكون أكثر في المنتصف الأخير لليل. لما يكون في حالة البرد كثيرة يقدر تكون عنده دي كومبليكاسيون تاع مرضي أسماتيك تاعو، يقدر يدير مضاعفات، يقدر يدير دي كريز دازم، وبالتالي الحذر مطلوب عند هذه الفئة من المواطنين. لازم الكليماتيزاسيون تكون بمستوى مقبول، يعني 25 26 27 درجة، ومن الأحسن ما تكونش مقابلة للمريض. الحاجة الثانية هو تناول الجلاس، يتناول الجلاس أيضا يقدروا يأثروا على المريض اللي عنده الربو، وبالتالي نطلب من هؤلاء الناس أنهم يكونوا حذرين، حتى وإذا كانوا يتناولوا هذه المكملات تكون افيك موديراسيون، ما يكثروش منها باش ما تكونش عندها مضاعفات. الحاجه الثالثه نقولوا هذا الناس اذا كان عندهم مضاعفات لازم يلتجؤوا للطبيب تاعهم مباشره باش يكون ناجيستومون ثيرابوتيك، ولكن على العموم نطلبوا منهم انهم ياخذوا احتياطاتهم، وزياده على ذلك ياخذوا الادويه تاعهم بصفه مستمره. في بعض الحالات يكون هناك جو ملوث، من بين الامور اللي تحدث في فصل الصيف انه يكون الغبار كثير، في بعض الحالات لما يكون ريح بشده قوي، وهذه الامور تقدر تاثر ايضا على الناس المصابين بالامراض المزمنه وخاصه مرض الربو. وبالتالي لما تكون هناك عواصف نطلبوا من الناس انهم ما يتعرضوش لها، يعني يبقوا في البيوت نتاعهم او في الاماكن اللي راهم فيها في الداخل ما يتعرضوش لها، واذا كان لازم يخرجوا الى الخارج ياخذوا لبافيت، يعني ياخذوا لي ماسك باش الغبره ما تجوزش لي برونش تاعهم وما تاثرش على التنفس تاعهم، لانها تقدر تكون سبب في مضاعفات، في سبب في انكريز دازم اللي تقدر تطلب من المريض من معالجه البسيطه، يعني ياخذ الادويه نتاعو ضد المضاعفات، ولكن تقدر تؤدي الى انكريز سيفير اللي تقدر تؤدي حتى الى الاستشفاء.